إصدار مؤلفة تروي قصصا شخصية لمجابهة المرض، تجربة جديدة تناولها بعض الكتاب على غرار نجم الدين الذي أصدر بمناسبة الصالون الدولي للكتاب في طبعته 25 مؤلفه الجديد الذي يحمل عنوان حياة حلوة بدون سكر، يروي من خلاله تجربته الشخصية لمعايشة مرض السكري. هو كتاب تجربتي الشخصية في الانقطاع عن السكر الأبيض، يعني تجربة قمت بها خلال فترة عام ونصف بعد ما جمعت المعلومات الكافية على هذه التجربة، نقلتها بأسلوب سردي قصصي حول هذه التجربة، ما الذي تغير في حياتي، كيف تغيرت حياتي يعني من رأسا على عقب، كيفاش قدرت نتجاوز بعض المشكلات الصحية. باش ألفت هذا الكتاب قريت أكثر من 100 كتاب عن التغذية وبحثت كثيرا، قريت ساعات طويلة جدا في الكتابة. أنا ما طرقتش إلى قضية طبية ولكن طرقت إلى قضية صحية. في هذا المؤلف ينقل الكاتب إلى جانب تجربته الشخصية قصصا ملهمة لأشخاص آخرين تغلبوا على المرض، يروون فيها تجاربهم وتعايشهم مع مختلف الأمراض التي عانوا منها. أعطينا الفرصة يعني في حوالي 40 صفحة من الكتاب اللي فيه 288 صفحة للناس هما يتحدثوا على تجاربهم. يعني هناك شخص مثلا صاحب أول مطعم صحي في مدينة سطيف يتحدث على معاناته من القولون العصبي، كيف كان بإمكان هذا القولون أن يدمر حياته. يتحدث أيضا شخص من مدينة باتنا حول 25 سنة من الأرق، كيفاش قدر يتخلص من هذا المشكل. يتحدث أيضا شخص حول وزن الزايد، كيفاش كان يعاني من زيادة كبيرة في الوزن، أكثر من 100 كيلوغرام زايدة في الوزن تاعه وعاود خفضها في 6 أشهر. يعني تجارب ملهمة تاع الناس أفضل من تجربتي الشخصية. يعني كتابة التجارب الشخصية لمجابهة المرض هي إضافة لمختلف المجالات التي تحملها الكتب المعروضة في الصالون، كتب ملهمة وتزيد من شغف المطالعة.